الله يبعد عليكم العين يا جماعه، والله الا الله يبعد عليكم العين، والله الا العين الله يوعر يا جماعه، لازمنا نرقي ارواحنا. الله اولا الله يبعد علينا الغرور، انا نخاف نغتر روحنا من كثره يعني الانبهار بهذا الجمال الذي تمثلونه. ثم الله يبعد علينا العين، وبعد علينا الحساد، وبعد علينا الظالمين، وان شاء الله ربي يفتح لنا سبل خدمة بلدنا وخدمة أمتنا في هذا الوطن العزيز. أشكركم على هذه التضحيات وهذا الحضور المثالي وعلى التجاوب وعلى هذه المساندة، ولن يستطيع أن يعلي شأنكم إلا الله. وش راح ندير لكم احنا؟ ما نملك لكم إلا أن ندعو لكم الله. فنسأل الله أن يتقبل منكم أيها الإخوة الأفاضل، وأن يجعلكم ذخرا لأمتكم.